بتفضح بعمرك انا بس ما فيك تقطع. مسكين انت ايها اللبناني، كيف تتاثر حياتك بكل ما يهب علينا من ازمات، بدءا برغيف الخبز، مرورا بالدواء، وصولا الى المحروقات التي تلسع بنارها اسعار باقي المنتجات الضروريه. وبعد ان شهدت اسعار المحروقات انخفاضات متتاليه، استبشر اللبنانيون بان الاوضاع ستتحسن مع استمرار هذا الانخفاض. ولكن مهلا، فهي الانذارات تتوالى عن احتمال ارتفاع جديد وكبير في سعر صفيحه البنزين. يفصل لكم التقرير الآتي الأسباب التي تؤدي إلى هذا التغير، والتي ستبدل الوضع من حال إلى حال ربما أسوأ مما نعتقد. مصرف لبنان كان من فترة طلب 15%، والشركات لبت هذا النداء بتأمين 15% من سعر صفيحة البنزين بالعملة الصعبة بالفريش دولار. واليوم نحن باتجاه بطلب المزيد من العملة الصعبة ورفع هذه النسبة من 15% ل 30%، وهذا الشيء له تأثيرات سلبية كبيرة على سعر صفيحة البنزين وعلى سعر صرف الدولار بسوق الموازي، لأكيد رح يصير في طلب على الدولارات، وبالتالي رح نشهد ارتفاع بسعر الصرف وتأثيرا على سعر صفيحة البنزين. في عدة عوامل كمان رح بتأثر على ارتفاع سعر صفيحة البنزين. إذا بنطلع على جدول الأسعار وتركيب جدول الأسعار من شو مؤلف؟ أولا نطلع بالرسوم، إنه ما شهدت أي تغيير بموضوع الرسوم. واليوم إذا أقروا الموازنة ولوحظ تغيير هذه الرسوم، أكيد رح يصير في ارتفاع لسعر صفيحة البنزين. العامل الثاني اليوم هي عمولة أصحاب المحطات، في طلب وطلب جدي بتغيير هذه العمولة وكمان تحويلها للدولار، كون المحطات اليوم على كل مبيع 20 لتر بتستحصل على هيدي العمولة اللي بتحددها جدول الأسعار الرسمي. اليوم إذا كمان المحطات عم تقبض أو عم تتقاضى هيدي الرسوم على سعر صرف معين وتدفع مصاريفها على سعر الصرف الموازي، كمان عم تتكبر خسائر. وكمان لكن رح نشهد ارتفاع إذا في حال تغيرت هيدي العمولة وأصبحت بالدولار الأمريكي. العامل الثالث اللي مذكور بجدول الأسعار الرسمي اليوم كمان بدل النقل. البدل النقل اللي هي أجرة النقل من المصافي إلى المحطات، كذلك الأمر كمان في طلب رسمي بهذا الموضوع، كونه الديزل أويل اللي هي بتمشي عليها المحركات أصبح بالدولار، وتصليح وصيانة الآليات كلها بتطلب تأمين عملة صعبة. نحن على تغيير هذه الفقرة وتحديدها بسعر الدولار الأمريكي. وبالمستقبل أكيد القريب العاجل رح يصير في عنا دولرة لقطاع البنزين بالكامل. ونتيجة هذا العرض الذي يرسم سيناريو قاتماً للمرحلة المقبلة، فمن الطبيعي أن نسأل كم سيبلغ سعر صفيحة البنزين، وهل يمكن أن نرى طوابير الظل أمام المحطات من جديد؟ أكيد نحن اليوم رح نشهد ارتفاع بسعر الدولار بالسوق الموازي، اللي رح تأثر على مكونات الجدول الأسعار، ورح نشهد ارتفاع بسعر صفيحة البنزين اللي أنا برأيي بتتخطى 750,000 ليرة. إذا ما اتخذ الموضوع بجدية وتم مناقشته مع الوزارات المختصة والمراجع الرسمية، نحن واصلين على مزيد من الإضرابات ومزيد من انقطاع مادة البنزين بالمحطات. واستعدوا يا لبنانية لمشهد الطوابير اللي تعودنا عليه بالفترات السابقة. وفي لحظة تصور للواقع المقبل، هل يمكن أن نتحمل من جديد مشهد الطوابير واستجداء نقطة البنزين في بلد يعوم بحره على ثروة نفطية وغازية لا يجرؤ على لمسها؟ هذه مزلة، هاي هلا قاعدين 3 ساعات بالشمس، روح جيب دواء لوجع الراس. والسؤال لكم أيها المشاهدون، هل تستطيعون بعد الآن الوقوف في الطوابير أم سيكون لكم تصرفاً مغايراً يقلب الموازين؟ شاركونا تعليقاتكم.